من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب الإضطرار إلى الحجة من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس ومضمون هذا الحديث هو حوار دار بين مؤمن الطاق وهو من ثقات اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وبين زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه وقد ذكرنا ان زيد بن علي ابن الحسين كان ماذونا له في الخروج ودلت الاحاديث المعتبره على انه لو كان يتمكن من السلطه لوفى لانه كان يدعو الى الرضا من ال محمد وان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قد اذن له في الخروج لكن في الوقت نفسه ما اذن الامام الصادق لخلص اصحابه للخروج مع زيد لسببين، السبب الاول هو ان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ادخرهم للعلم، لان الفتره بين بني اميه سقوطهم وبين قيام الدولة العباسية هذه فترة لسنوات كانت ضعف الدولة المركزية وانشغالها بالحروب وبتوطيد أسسها الدولة العباسية الدولة الأموية كانت في حال السقوط في هذه الفترة كانوا مشغولين عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فانتهز الإمام الباقر أولا ثم الإمام الصادق الفرصة لنشر العلم فما كانوا يريدون أن يقتل خلص أصحابهم العلماء فيضيع, فيضيع العلم الذي تعلموه هذه من جهة من جهة ثانية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن ثورة زيد بن علي بن الحسين لا تكلل بالنجاح فحتى لا يتوجه الى الامام اضرار هذه الثوره في الظاهر نأى بنفسه عنها زين عندما السلطه الجائره سلطه بني اميه ترى ان زيد خرج لكن ليس في اصحابه الذين ازروه ليس فيهم من هو من اصحاب الامام الصادق المعروفين فهذا هو الدليل على انه في الظاهر رأي زيد بطريقة ورأي الإمام الصادق بطريقة أخرى فلا يحمل الإمام الصادق مسؤولية ثورة زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه وهذه طريقة قلائية يعني ما دام أنت تتمكن من أن تجمع بين الأمرين هناك تحدث ثورة وأيضا تتمكن من نشر العلم، تجمع بين الامرين، لماذا لا تجمع بينهما؟ مقتضى العقل الجمع بينهما، والجمع بينهما يقتضي ان اصحاب الامام الصادق ليكونون في الواجهه حتى اذا فشلت هذه الثوره في الظاهر لا تتوجه سهام الاتهام الى الامام الصادق، وبالفعل هو هذا الشيء اللي صار. يعني في الظاهر بنو اميه حملوا زيدا الثوره ولم يحملوا الامام الصادق. لذا بعد ما قتل زيد رضوان الله تعالى عليه بنو اميه لم يحملوا الامام الصادق مسؤوليه ذلك، لذا الامام الصادق استمر في تدريسه لاصحابه العلوم التي تلقاها من ابائه عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. زيد بن علي لعله ما كان يعلم بان الامام لم ياذن لهؤلاء الاصحاب، الامام اذن لزيد لكن لعله لم يخبره اني لم اذن لبعض الاصحاب، لعله احتراما لزيد لان زيد هو عم الامام الصادق، لعله احتراما له او لاي جهه اخرى، فهو عندما اجى الى مؤمن الطاق ويدعوه الى ان ينصره، الحوار اللي صار بينهما زيد يذكر له أنه تعال أنصرني بعدين يقول له أترغب بنفسك عني أنا يعني الآن أرتجاهد بني أمية زين جهاد حرب الحرب لعله فيها قاتل أنت الآن لا تأتي لنصرتي هل هذا جبن منك ترغب بنفسك عني ما تريد أنه نفسك تكون فداء لي وأنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن الطاق يقول أنا ما خاف من الموت لكن أخاف من عذاب الله المؤمن الحق المؤمن الحق هكذا لا يخاف من الموت لذلك إذا اقتضى أن يجاهد في سبيل الله حتى يقتل مستعد لذلك يقتل لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى ما مستعد ان يقتل فيما ليس فيه مرضات لله يقتل ليدخل في نار جهنم لا ما مستعد لان طلب رضا الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء لذا الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في يوم عاشوراء ماذا يقول يقول الموت اولى من ركوب العاري اذا اكو عار وموت انت يا هو ترجحه ابناء الدنيا يرجحون العار يعيش بذل لكن يعيش لكن ابناء الاخره يرجحون الموت على العار وحتى مو ابناء الاخره حتى اذا فد واحد لا يعتقد بالاخره اذا عنده نفس ابيه يرجح الموت على العار في العرب الجاهليين في زمان الجاهليه كانوا مشركين لكن بعض هؤلاء المشركين كانوا يمتلكون صفات محبوبه لله سبحانه وتعالى من تلك الصفات الغيره النخوه ما كان مستعد ان يصاب بالعار وكان مستعد ان يقتل ولا يصاب بالعار الموت اولى من ركوب العاري بعدين الشطر الثاني والعار اولى من دخول النار يعني اذا انت تريد تكسب رضا الله سبحانه وتعالى هذا فيه ذل وهوان في الدنيا. خلاص لازم ترجح رضا الله سبحانه وتعالى على رضا كل احد حتى لو اذلوك. الان كثير من الاحيان الحكام الظالمين يجي على واحد يقول تعال بايعني. تعال افعل الموبقات المحرمات والا اسجنك. يسجن ويعذب في السجن ويذل يرجح الذل في السجن على ارتكاب المعصيه لانه يرجح رضا الله سبحانه وتعالى على هواه وعلى رغباته النفسيه زين فمؤمن الطاق يقول لزيد بن علي رضوان الله تعالى عليه انا ما ارغب بنفسي عنك انا ما اخاف الموت لكن اخاف الله هي نفس واحده اني اقتل مره بعد ما ارجع حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الإنسان إذا مات خلص ما يرجع إلى هذه الدنيا إلا أن فد واحد مثل عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يجي يحيي أو في الرجعة الله سبحانه وتعالى يحيي بعض المؤمنين وبعض الكفار لكن القانون الأولي والسنة الأولية لله سبحانه وتعالى إذا واحد مات خلاص إلى يوم القيامة يكون برزخ الا فيما استثني كما ذكرنا. زين اني الان اجي اقتل في سبيلك في سبيلك، اني ما اخاف من الموت لكن اذا كان مسيري خطا وليس فيه رضا لله سبحانه وتعالى اني اشتريت لنفسي نار جهنم خالدا مخلدا فيها وما مستعد اني. ليس خوفا من الموت لا نهاب الموت طريقه استدلال مؤمن الطاق بهذه الطريقه انه احنا في هذا الزمان هل هناك حجه لله ام ليس هناك حجه لله اذا تقول اكو حجه لله سبحانه وتعالى طبعا كان موجود الحجه وهو الامام الصادق مؤمن الطاق يؤمن بامامته وزيد بن علي بن الحسين ابن الحسين رضوان الله تعالى عليه أيضا يؤمن بإمامتي وخروجه كان بإذنه حسب ما يظهر من الروايات كما ذكرنا فإذا أكو حجة لله سبحانه وتعالى لازم أنا أروح أستأذن الحجة والحجة لم يأذن لي زين إذا لم يأذن لي في الخروج أنا يعني ما أقدر أخرج إذا أذن لك في الخروج صح أنت تقدر تخرج هاي مثل قضية غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وآله على جبل الرومات خمسين راميا وقال لهم إذا إحنا انتصرنا في المعركة لو خسرنا أنتم ما تتحركون من مكانكم لأن هذا ظهر الجيش لازم تحمون الظهر زين الرسول صلى الله عليه وآله لم يأذن لهم في أن يشاركوا في القتال ذول الخمسين واحد أهل العقبة اللي كانوا على جبل الرومات اللي هم في داخل ساحة المعركة يعني بقية المسلمين تقريبا ألف واحد كانوا خمسين في جبل الرومات البقية تسعمية وخمسين واحد تقريبا في أرض المعركة هؤلاء يقاتلون لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن لهم في القتال وذولاك الخمسين ما لهم حق في القتال لازم يبقى في موقعه ينتظر إذا إجا عدو من الخلف يرمي يحمي ظهر المسلمين زين هل كان يجوز لهؤلاء الخمسين أن يتركوا مواقعهم ويشتركوا في القتال كلا أن يتركوا مواقعهم ويأتوا لأخذ الغنائم كلا البقية اللي موجودين في ساحة المعركة هل كان يجوز لهم أن يتركوا القتال كلا ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله زين انت الحجه هو الرسول صلى الله عليه واله قال لك تقاتل تقاتل لذا قال لا تقاتل لا يحق له أي قاتل. ان يقاتل زين في زمان القضيه والحوار بين زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه وبين مؤمن الطاق القضية كانت هكذا أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أذن لزيد ولم يأذن لمؤمن الطاق زين إحنا نعتقد بوجود الحجة خلاص لازم يكون عن أمره لا نتمكن من أن نتجاوز أمره أنت مأذون ما لك قاتل أني مو مأذون أقاتل زين هذا الشق شق آخر هذا طريقة استدلال عقلي نفرض أنه ليس لله في هذا الزمان حجة نفرض فرض المحال ليس بمحال الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان هذا فرض المحال ليس بمحال أو مثلا الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها حسنا نفرض في زمان من الأزمنة لا يوجد حجة لله سبحانه وتعالى. زين؟ اني اقاتل او ما اقاتل؟ اذا ما ادري ان هذا مشروع لو ما مشروع. والقضية مهمة ان تقتل لعله تدخل في الجنة او تقتل تدخل في النار. هنا لان القضية مهمة عليك بالاحتياط. لازم تحتاط. الفقهاء يذكرون أن هناك ثلاثة أمور مهمة الإنسان عليه بالاحتياط فيها النفوس والأعراض والأموال العظيمة الكثيرة لازم يحتاط فيها أنت الآن تعرض نفسك للقاتل ما تدري تدخل في نار جهنم أو في جهادك رضا لله سبحانه وتعالى لازم تحتاط لأنه ماكو مجال للتراجع لو قتلت خلاص ماكو رب ارجعون لا يوجد كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون زين فهذا اذا الانسان شاك واذا الانسان مو شاك حسب تشخيصه يشخص انه هل هذه راية حق يشارك فيها راية باطل ما يشارك فيها اني ما اخاف لكن حيث أن هناك حجة لله الحجة لم يأذن لي ما أخرج أذن لك أخرج زين الاستدلال استدلال متين زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه ما ما استمر في نقاش هذا الاستدلال لان استدلاله صحيح خلص اني ما ماذون لي انت ماذون لك انتهى الامر انتقل إلى مرحلة أخرى من الحوار نقطة أخرى قال له شوف آني ابن الإمام زين العابدين والدي الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان شفيقا بي عند شفقة بحيث أنه عندما كنت صغيرا عندما نجلس على السفرة للآكل كان يلتقط اللحمات الكبيرة يعطيها إلي إذا هناك لحمة حارة بإيده يبردها ويعطيني إياها حتى لا أنشوي لا أحترق عندما أكلها فهكذا شفقته علي أنه لحمة أكلها فمي لا يحترق بسبب مثلا شدة حرارة هذه اللحمة كان شفيقا عليّ من حر لقمة لحمة تؤكل عد تتصور انه هو مو شفيق علي من نار جهنم طبعا احنا هنا انا كلام بين زيد بن علي بن الحسين وبين مؤمن الطاق لعله غرض زيد بن علي بن الحسين عليه الصلاه والسلام كان بيان انه اني هم اخاف من نار جهنم اني هم اخاف الله خروجي ليس اعتباط او انه اخذتني غضبه على هشام بن عبد الملك والان خرجت عليه لغضبة لا، أنا خروجي في سبيل الله، اكو بعض الأحيان ناس يثورون زين ليش يثور؟ هاي شوف التوراة بالتاريخ واحد يثور لأنه هو يريد يصير الحاكم يقول ليش زيد يكون حاكم؟ خو أصير الحاكم ثورته لهوى نفسه كما في التاريخ يقول معاويه عندما سيطر على الحكم دخل الكوفه صعد المنبر وقال اني لم اقاتلكم لتصلوا وتصوموا انكم لتفعلون ذلك، انتم اهل الكوفه تصلون تصومون اني ما قاتلتكم حتى تصيرون مسلمين، حتى تصلون حتى تصومون، انتم مسلمين مصلين صائمين. وانما قاتلتكم لاتامر عليكم حتى اصير امير عليكم. والان وصلت الى مبتغاي بسبب خذلانكم للحق هذا كلام مني بين قوسين يعني خذلوا الحق فسيطر عليهم معاويه. هسه اكو واحد يثور حتى هو يصير الحاكم وما اكثر الثورات في التاريخ اللي واحد ثار استغل جهل الناس هسة جاهل ديني او حاجتهم الاقتصاديه فاقر كذا وعود كاذبه وعدهم ثم ثار ولما نجحت الثوره جلس على الكرسي وصار اسوأ من الحاكم السابق او مثله هذا النوع من انواع الثورات اكو نوع من انواع الثورات لا واحد يثور طلبا للحق اللي يتصوره تصور ان هذا الحاكم ظالم، احنا لازم ننهي الظلم، لازم الناس يوصلون الى حقوقهم المشروعه. واكو واحد يثور لله سبحانه وتعالى. يجاهد في سبيل الله. لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. زيد بن علي بن الحسين. عندما ذكر هذا الكلام يريد يقول أنه أنا مو ثورتي لأجل غضبة أو لأجل طلب الدنيا حتى أصير أنا الحاكم لا وإنما هي غضبة لله وإنما هي حركة لإحقاق الحق بنو أمية ابتزوا السلطة يعني لا طبق المذهب الحق اللي هو تعيين من الله سبحانه وتعالى كان اسلوبهم الله ما معينهم ولا حتى حسب الطريقه اللي هم يعتقدون بها اللي تكون الامر بالشورى وبالشورى بالشورى معاويه يجب السيف سيطر على المسلمين ثم بعد ذلك نصب ولده يزيد بالسيف اللي واحد من الاشخاص في يوم اللي عينه يزيد لولاية العهد قال أشار إلى معاوية قال أمير المؤمنين هذا وبعدين أشار إلى يزيد قال وبعده هذا وبعدين أشار إلى سيفة ومن أبى فهذا وبعدين اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا اتلفعش واحد من بني أمية حكموا واحد أسوأ من الآخر إلى أن الله سبحانه وتعالى أذن بزوال ملكهم فسيطر بنو العباس وهم بنو العباس أيضا اتخذوا مال الله الدولة وعباده خولة أكثر من خمسمائة سنة حكموا رقاب المسلمين وطبعا لا شورى ولا كذا هناك تعيين من الحاكم السابق يعين ابنه أو أخوه أو ابن أخوه بعنوان الخليفة والناس مضطرين له ان يبايعوه، لا اختيار لهم. زين. فزيد بن زيد بن علي ثار لاحقاق الحق. كان يدعو الى الرضا من ال محمد، ذكرنا انه ما ذكر انه هذا الرضا من ال محمد هو الامام الصادق. حتى السهام لا تتوجه الى الامام الصادق، الانتقام لا يتوجه إلى ذكر كلمة عامة، الرضا من آل محمد. عليه وعليهم الصلاة والسلام. فيقول له آني قيامي وثورتي لله سبحانه وتعالى. لا لطلب الدنيا. الحوار طال بينهما مفصل. بعدين زيد بن علي شاف انه مؤمن الطاق لا ينقض حجة بحجة. فأخيرا ذكر له قال له شوف أنا أقول لك الإمام الصادق خبرني أني أقتل وأصلب بالكناسة وإن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي أقول لك لا تتصور أنه أنا للدنيا خارج الإمام الصادق خبرني أنه, أني أقتل أني أصلب وهذا هم مو من نفسه قايل صحيفة عند من ذا بذلك لعل لعله إشارة إلى مصحف فاطمة سلام الله عليها لأنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند كتاب اسمه كتاب علي هذا الكتاب فيه أحكام الشريعة الذي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله كل أحكام الشريعة موجودة في كتاب علي وأكو مصحف فاطمة كلمة مصحف في اللغة مو يعني القرآن المصحف يعني مكان جامع للصفحات مصحف فاطمة هذا فيه أخبار ما بأحكام ما سيحدث إلى يوم القيامة موجود فيه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله كانت كانت فاطمه حزينه جدا على وفاة الرسول فالله سبحانه وتعالى ارسل ملكا ليحدثها يسليها شلون مريم سلام الله عليها جبرائيل حدثها ولم تكن نبيه مريم وانما ام نبي وبنت الانبياء جبرائيل حدثها كذلك فاطمه سلام الله عليها الملك كان يحدثها فهذا الحديث كتب كتبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فيه اخبار ما يجري الى يوم القيامه هذا مصحف فاطمه موجود عند الائمه عليهم الصلاه والسلام لعله زيد بن علي عندما يقول ان الامام الصادق قال وان عنده لصحيفه فيها قتلي وصلبي اشار الى ما في مصحف فاطمه سلام الله عليها. فاني قيامي ليس خوفا لا اني ادري اني ساقتل لكن غضب لله مع استئذان من حجه الله. طبعا من خبر زيد بن علي بن الحسين أنه جاء إلى الكوفة زيد بن علي بن الحسين وجمع أنصارا ثم قام في منطقة من الكوفة تسمى الكناسة أصل كلمة الكناسة معناه هو محل القائل زبالة المزبلة يعني لأن الكناسة يعني ما يتبقى من الكنس القمامة يعني فلعله في تلك المنطقه كانت تلقى قمامه ثم سميت كل المنطقه بالكناسه هذه كانت في اطراف الكوفه الان انت تروح في جنوب الكوفه لبضع كيلومترات تصل الى مقام زيد بن علي بن الحسين هذه المنطقه الكناسه فثار زيد وقامت حرب وطبعا بوادر انتصار جيش زيد ظهرت لكن لله في خلقه شؤون جاء سهم غرب يعني لا يعلم راميه فاصاب جبهه زيد طبعا السهم بنصل من حديد هذا الحديد نفذ في جمجمه زيد في جبهته وصل الى دماغه جابوا طبيب الطبيب قال انه هذا السهم اصاب دماغه اذا سحبنا السهم راح يموت طبعا اذا بقي السهم ما يصير راح يموت والالم شديد كان فزيد قال له اخرج السهم النصل فاخرج النصل فمات زيد طبعا هم يعرفون بني اميه وجرائمهم فجاءوا الى نهر ماء غيروا مجرى الماء حفروا النهر دفنوا زيد في داخل النهر ثم أجروا الماء حتى هؤلاء من بني أمية لا يصلون إلى جثة زيد زين القائد عندما قتل الجيش هم انكسر الجيش استولى بنو أمية يدورون على جثمان زيد كان هناك عبد موجود رأى الدفن راح خبر وشاء فجاءوا و نبشوا القبر وأخرجوا جثة زيد وصلبوه أربع سنوات هو مصلوب حتى في بعض التواريخ حتى عشعشت الفاختة في بطنه يعني فاختة طير من الطيور تشبه الحمام عشعشت في بطنه أربع سنوات هكذا ثم هشام أمر والي الكوفة أن ينزل جثمان زيد ويحرقه ويذره في الماء حتى لا يبقى لقبر حسب كلام أحد العلماء كان بني أمية عندهم تجربة سيئة جدا مع قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هم قتلوا الإمام الحسين حتى ينتهي لكن قبره صار مزارا للأحرار ولذا كان يقض مضاجع بني اميه ومن بعدهم بني العباس ولحد الان الظالمين النواصب لذا يحاربون قبر الامام الحسين عليه الصلاه والسلام والى يومنا هذا فما رادوا التجربه تتكرر انه يصير لزيد مقام وقابر وكذا فلذا احرقوا جثته وذروها بالماء حتى ما يبقى أي شيء لكن الله سبحانه وتعالى يريد شيء آخر صحيح ما أحرق حرقوا جثته وذروها في الرماد لكن نفس مكان استشهاد زيد بن علي أو مكان دفنه صار مقام لزيد بن علي والآن مقام مفصل في جنوب الكوفة هناك والناس يزورونه ويتبركون بمقامه فعلى كل حال هذا مختصر قضية زيد والحوار الذي جرى بينه وبين مؤمن الطاق، وخلاصة الحوار أنه أنت عندما يوجد حجة لله سبحانه وتعالى لازم يكون تحركك بإذن ذلك الحجة، وإذا لم تتحرك بإذنه فسيكون المصير نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم ذلك النار وأن يوفقنا لأن نسير على هدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وعلى هدي الأئمة الطاهرين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين